حديث من صام رمضان واتبعه بصدق من شوال خرج في يوم ولدته امه. من الاحاديث الصحيحه التي اخرجها ابن مسلم في صحيحه، وهو من الاحكام التي كاد الفقهاء ان يتفقوا عليها، ولكنه مع الاسف لم يتفقوا. فقد جاء عبد مالك رحمه الله بأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث، وهو حجة بلا شك قاطعة. إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست، قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشيت أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست، نهى الإمام مالك أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، وهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة. ولا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة، فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات، بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له. فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقعت الخشية، توهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال هو أمر واجب، فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك، مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة، إنما هو من الأمور المستحبة.